الأزياء البحرينية يعني فرضت نفسها على الخليج العربي كله من القديم، من أكثر من 100 سنة. الأزياء اللي كانت تدخل البحرين كأقمشة أو كأشياء جاهزة كانت دائما تجينا من كذا دولة، من ضمنها الهند. كان عندنا احنا علاقة تجارية كبيرة مع الهند. فثوب النشل يعتبر يعني ملك الأثواب، فخامة، كثافة زري، والأفراح اللي يستخدمون فيها اللي هو العروس، ليلة الحنة، الاحتفالات الوطنية. الموديلات متنوعة، الألوان متنوعة، الأقمشة متنوعة. مستحيل يقولون إن هاي ثوب النشل من أي دولة من برا. معروف ثوب النشل كأنه انزرع وانولد في البحرين. بعدها في عندنا ثوب كرار، عندنا ثوب المفحح، ثوب المفرخ أو المنثور، ثوب المجرح. كل هالأثواب هذه لها مناسبات خاصة ولها استعمالات خاصة. عندنا الدراعة أم عصا، عندنا الدراعة المجرحة، عندنا الدراعة تنفاية وبدن، كذا أنواع من الدراريع. في جلابيات على طريقة النفنوف القديم. بالنسبة للبنات الصغار بعد في جلابيات ودراريع، وفي البخانق مال الأول. لما بدأ الوالد الله يرحمه في هالمهنة هذه كان عند عمه ورثها منه. عندنا في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات كانت في مجموعة نخبة حلوة يعني مع الوالد اللي كانوا يشتغلون في الزري، يعني الله يرحمهم أكثر من 2-3 توفوا، واحد أو 2 موجودين، واحد منهم لحين ميود المهنة معانا هو العم عبد القادر، بعد معروف عبد القادر الزري. النكشات وايد، نكشات الكازوة، نكشة الكورار، نكشة السلسلة، نكشة البيضانة، نكشة الفرخة، الوردة، أشكال وايد فيه. البروي اللي هو مثل البروج مال القلاع، مال أي قلعة فيها برج، فكنا نأخذ على أطراف الشغل نسميه البروي. في البيضانة والكازوة محبوبة لدى الكل، أجانب وعرب. العروس طبعا تكون طقم كامل، ثوب النشل وتحت الدراعة والصروال، وطبعا كله مطرز بالزري، والدراعة تكون أكمامها طويلة، تكون يا أم مسورة للرسق يسمونها رسق، أو أم كتف اللي هو التطريز يعني الكتف، وقد تكون كلها كاملة يسمونها أم عصا أو أم حضن. هكذا بالنسبة للدراعة. الثوب النشل قد يكون فحح، ممكن تكون فحه او ممكن نشل كامل مطرز، او يكون كله يعني كله مطرز، او يكون دقه النيره او الثريه وتلبس عليه المجوهرات. بعدين اي لبشت، لبشت النسائي يكون ابيض او اسود، ولو ان الاكثر يفضلون الابيض لزفه العروس، ويغطى الوجه بتور معمول بالنقده القصب. احيانا من يعني اذا بيشيلون بيطلع من بيت لبيت قريب يعني حق الاحتفال يحطون دفه ثانيه عليها يعني لصيانتها عن العين وعن الرجال تكون في الشارع. عروس القريه لا يلبسونها، ما تلبس دفه، تلبس يسمونها شال، وهو من خلق البنارس المشغول الذهبي. وعندهم ارده مبكر احمر واسود بعد يصنع في بني جمره، بعد قد تزفي العروس. نقول على العباية الثقيلة اللي هي تشبه البشت، يكون المكسر وهو مكسر عريض من الزري، يكون وجه العباية جبيب ويغطي أكثر شيء من الوجه، تلبس تحت الغشوة، والغشوة يكون من قماش الخشخاش أو قماش الملفع. فيما بعد تقدم إلى قماش الجورجيت.
بعدين من داخل العباية إذا تفتحينها في تطريز على شكل معينات، وبين كل معين نقشة وردة أو نقشة نيرة، ويحطون فيها نوع من الخيط الأحمر يسمونها السنيفة، وتالي في وسط المكسر هي القيطان اللي هو السنبلة اللي مثل قيطان البشت، وبعدين يكملونها في النص عند الخبانة تي السمكة، سموها السمكة لأن رأسها مدبب مثل رأس السمكة. وما في فرق بين أزياء المدينة والقرية إلا في طول الملابس. في القرية الظاهر يعني اضطروا إلى تقصير الثياب لأن البيئة هناك كانت بيئة طينية وتراب وماي وساب، فالقصير أسهل لهم حقنا يشقحون ساب أو أن الثوب ما يسحب في الطين أو في الزرع. فعشان كذي ابتدى ثياب القرية قصيرة أطول من ثياب الحضر اللي هم عايشين يعني داخل المدينة. هو يمكن المشمر يأخذ مكان الدفة، لأن في القرية في المشمر من قماش الويل، وهو عبارة عن نص دائرة يعني نص الكلوش، ولهم طريقة خاصة في لفة عشان يسر الجسم ويسر ما تحته من ثياب لتبادل الزيارات القريبة وليس البعيدة. للزيارات البعيدة لا، ما زال عندهم العباية الخاصة وعندهم الردة للمناسبات والذي يحاك في بني جمرة. الخياطة اللي سنوي بدأت فيها بعمري 10 سنوات. أهلنا جماعتنا كلهم اللي في البحرين من أول لآخر كله من أهلنا. أنا قعدت عندهم أول ما تعلمت أول شيء لازم الصقال الزري، لأن شلون الصقلة شلون لمعه ما يجيس الخلق، يكون هذه أول شيء. بعدين طواي الزري نحطها على هذه ونطوي الزري، أسوي لهم أنا يعني ابتدي في طواي الزري. وبعدين يوم شافوني مره واحده اني اشتغل قالوا بس الحين نعطيك احنا نسوي اختر، اول الاختر ناخذه من السوق واسوي انا الحواشي دار ما دارهم واحط 4 شيرات في من الجهات. وبعدين صرت زين، صار خلاني اقعد في الدكان. وبعدين صرت شوي شوي صرت احسن منهم، قاموا خلوني انا اعلم اللي بقاي اللي يبون يشتغلون انا اعلمهم. نشوفي هاي زري اللي راح نشتغل فيه. الأبيض والأصفر فضة، هو لو مو فضة يصير أسود.